هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم راح اجرب الاشياء الجديده اللي ما مداني اني انا اجربها معاكم، لان متحمسه ابي اجربهم وابي ابدي استخدمهم. فكل شيء قاعد انطر لما اصوره معاكم وتشوفونه وبعدين ابلش استخدمه. بس ما حطيت شيء، غسلت وجهي، حطيت عنايتي، بس ما حطيت موسترايزر، حطيت السيرومات بس ما حطيت موسترايزر، لانه بجرب استخدم هذا هو اساسا الموسترايزر. ابي اخلطهم مع بعض عشان اثنينهم اجربهم عدل، وبستخدم البرايمر هذا اللي هو مال الف، هم من اول مره راح استخدمه. عندي الفرشه مالته، لحظه، هي مو مالته بس انها نفس البراند يعني، بس انا لما شريتها الله طال شلون شكلها هني، حسيت شي يعني ودي احطها حق برايمر. المشكلة أنا ولا عمري حطيت برايمر قبل لا أحط موسترايزر، فما أدري شنو الوضع بيصير. بس ما كنت أبي أحط موسترايزر وأحط اللي هو المرطب وأحط هذا، عشان خفت يدهن يصير مرطب على مرطب، ما أدري. زين، هذا اللي هو مال تو فيست الجديد اللي يصير شي كنا دروبس، في حماية 30، ومكتوب انه هو شو يسمونه سكن تنت، يعني موسترايزر سكن تنت، يعني هو مرطب مع لون، عرفته؟ وش يسمونه، في هايلورانيك اسيد، وفي تفاح، وفي ووتر ميلون، اسمه هيلثي جلو. انا جربته مره واحده بس، كنت حاطه حيل شويه، فحسيت انه يعني ما كان المفروض ينحط كذي، كان المفروض انه يعني ينزاد شويه. خلنا نشيل شعري، هم يقولون عليه شيء انه يصير ستيكي، انا عموما ما احب هذا الشعور، يعني ما احب كذي، بس هم يقولون تحت المكياج زين. مكتوب يوز فينجر تيبس تو ابلاي، لازم تستخدمين بايدينك. سبحان الله، انا ما قررت استخدم الفرشه الا مع هذا. بحط شويه عشان بحط باصابعي كذي، مني بس على الاصابع كذي. شنو بعد؟ وتنطرين دقيقه بعدين تبلشين الميك اب. اوكي، الحين ننطر دقيقة. اوكي، اتوقع ان انتم تبوني اسولف وانا قاعد اتمكيج واجرب، لان ذيك المرة قالوا لي ان لا تسكتين وانت تحطين المكياج، يعني سولفين. فالسؤال اللي راح اذكره، يعني انتم كاتبين لي اياه راح اجاوب عليه، اللي ذاكرته ان في واحدة بالفيديو مال لما تكلمت عن الكروز كاتبت لي سمر ما تكلمتي عن الانترنت بالكروز، صح انا نسيته. الانترنت هم من يكون باكج، انزين، ف بالابلكيشن تقدرين تسوين الباكج هذا، او لما تروحين السفينه. انا افضل اي شيء انا سويته بالابلكيشن قبل لا اروح السفينه، وافضل اي شيء تقدرين تسوينه بالابلكيشن سويه، عشان زحمة السفينة، عرفتوا؟ مع انه والله هو ما كان زحمة كلش لما رحنا، بس يعني اتوقع لان سفينة اوروبا تصير زحمة اكثر من امريكا، ويصير فيها عرب اكثر من سفينة امريكا، او اللي تطلع من امريكا يعني. المهم، هذا مال نتاشا دينونا اللي هو سكن جلاس، انا هذا وايد حبته يعني، فحطيت كذي وبحط كذي فوقه. ليش 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 ليش؟ هو هاي الاشياء اللي تنرفز الواحد، يكون مرتبه ومسنعه كل شيء بعدين لازم يخترب. المهم، بحطه بهذه اللي حطيت فيها البرايمر. ليش خلطت بهذه؟ المفروض اخلط بالعصايه، يلا حديده مالتها. هذه شي على فراشه الكليريكا، موجوده بهوم اوف بيوتي، الديسكاونت كود يمشي عليها اللي هو SR77. طيب شو الفرق؟ حلو، بس انا هذا كله اللي حطيته صار بس نصوي،
يعني اتوقع لازم ادبل الكمية لانه هو وايد خفيف. بحاول اغمج لكم شوي عشان تشوفون عدل، مع انه هو لما اغمج يعني مو صح، بس انه يلا. لازم هذه هي تيجي معاها، هذه هذول اليوم مع بعض. احبها تشي لانها صغيرة وشكلها حلو، يعني مو الحديدة المعتادة. وترى كانوا يسوون عليها خصم عادي، تصير يمكن دينار. نجرب اسوي كذي. ترى كذي يسوي كبر اكثر، تدرون، من اني اخذ هذا ان احطه اول بعدين اسوي كذي ياخذ كبر، يعني سوى كبر اكثر. اوكي اوكي حطيت وايد. ترى ماكو ببالي ولا سؤال، يعني انا كنت ذاكرتهم ونسيت. بس اذا ما سولفت راح اسرع الفيديو، عرفتوا؟ عشان يعني ما تملون، او اني احاول اطلع اسئلة. اوكي لقيت سؤال. واحدة كاتبة بس على فيديو مال انا قاعدة ازهب الجنطة، كتبت لي يصير تاخذين مقص بالمطار مو داخل الجنطة اللي تدخل معك داخل المطار، بس تحطينه بالجنطة الكبيرة الشحن يصير ايه، مو مقص شي يعني، مقص مال رموش، مقص كذي، عرفتي؟ يصير. الحين شنو بسوي؟ الحين ابي اجرب هذا السيتنج سبراي. هذا خذيته من تارجت، زيونه ما تخلي الواحد هذا. اوكي بعدين راح اطبطب عشان شنو اذا في شيء شي زايد مو مدموج، يعني ما ادري، احب انا اسوي شيء عشان شويه الاسفنجه شوفوا يعني تمص الزياده يعني، او اني ادمجه بايدي، بس لاني خالطه هذول الاثنين قلت خل اسوي كذي احسن. المهم هذه اللي قاعد استخدمها بنات الحمراء مالت مورفي، بس ترى مو وايد زينة، يعني يابسة، حتى لو اقسلها وشي يابسة، يعني بيوتي بلندر احسن. هي بس ان الزوايا مالتها حلوين بس يابسة. اكو وحدة اسفنجة اشوف وايد ميك اب ارتست يستخدمونها اجانب، هي شي باي كلوي، شكلها يشوق بس ما يحطون لها اكاونت، يعني بس انه يقولون ان إيه هي هذه باي كلوي، بس ما يحطون لها لينك او شيء، وما ادري منو هي الاخت كلوي هذه عشان اطلب منها يعني. بس وايد شكلها حلو كذي، سايره كذي مدوره كأنها غيمه. اوكي الحين الكونسيلر نفسه مو شيء جديد، اللي هو هذا ساند مال تو فيست. ودي احصل لي كونسيلر حلو، لانه يعني مع ان هذا وايد زين، بس مرات يعني يصير فيني ابي اغير بس ما قاعد احصل. بدمجه بعدين بحط شويه من هذا تارت اللي هو الالتا كريمي، بس هذا ميديوم الدرجه، لانه ابي شو يسمونه، ابي شوي افتح. حس لاني مستعيرة حتى ما قاعد ادمج عدل. واحدة كاتبت لي بالكومنتات ان
تيشيرتاتك وايد حلوة، من وين تجيبينهم؟ هذه اللي اليوم كنا لما رحنا بانكوك بمكدونالدز، كان اللي هو مرور 50 سنة، كنا 50 حاطينهم هني شيء كذي، اي 50 سنة على وجبة بيج ماك، فاللي يشتري الوجبة يعطونا التيشيرت. عاد انا شريت بيج ماك وزيونا بيج ماك وعيسى بيج ماك وحمد بيج ماك ليومين قدام، يمكن عشان بس ناخذ تيشيرتات، خذينا يمكن 6 تيشيرتات بس حلوين، بس وايد خفاف يعني، يعني ما تلبسينهم شي بالبيت يعني بجايم، بس يونسون يعني حلوين. بس المشكلة كلهم كانوا بس بيج ماك، يعني انا كان عبالي مثلا اليوم اللي ورا نروح يصير ماك تشيكن تشيز برجر، طلع لنا لا يعني بس بيج ماك. انزين المهم، فهذه خذيتها اقول لكم شي من بانكوك. التيشيرتات اللي البسهم اللي كذي على اشكال ويو يعني على شي اشكال سيلبرتيز وهذا، يكونون يا برشكة يا H&M، بس صراحة ما يكونون من الكويت يعني، ما اشوف يعني، يمكن بس اللي جت الكويت اللي هي مالت ونسدي H&M، بس الباقي مثلا باك ستريت بويز، انسينك، سبايس جيرلز، الايا، شو يسمونها بافي، هذول كلهم سترينجر ثينجز. سترينجر ثينجز اغلبهم كانوا من امريكا من البوب اب مال سترينجر ثينجز، بس الباجين كلهم بريشكا دبي، H&M مثلا، وين H&M دبي، لندن، هذول يعني. وين حصلت بعد انا بس يعني ما كانوا بالكويت، قلت لكم بالكويت بس ونسدي، وفي هذه ونسدي اللي بالاسود وابيض كنت لابستها، كانت شو يسمونه H&M الياهال، بس شويه عشان بس ابي شوي يكون شوي فاتح هني. انا احب بفرشة كذي بس اوزعه، بعدين بسفنجة اطبطب عليه يعني. واحدة كاتبة ما يصير تلبسين نظارات وانتي ما فيك ضعف نظر. هي النظارة اول شيء لما رحت لهم يعني هو واحد يعني متخصص يعني اللي هو مو دكتور بس هو يعني مال النظارات، انزين فقاس لي نظري قبل الله يعدل، لانهم يغيرون العدسة يعني، انا اشتري نظارة بس العدسة بعدين يغيرونها. فاللي خذيتها هي مالت اللي هو يسمونه مو حفظ النظر، هي حق الشاشة يعني، مثلا انا لما اسوي المونتاج اكون قاعدة على الفراش مثلا بالليل وشي وقاعد اسوي، فوايد اكون مركزة، فهي حق هالاوقات تصير وايد زينة، وبالدوام حق الشاشة وايد زينة، فهي بالعكس هي تحفظ النظر يعني، عرفتوا؟ فمو هي مو بلاستيك، فهم بس لما تصير معروضة تكون بلاستيك هذه او ما ادري شنو، بس بعدين يغير لك العدسة يعني، فتشوفين سعر النظارة يندبل لأن العدسة تكون غالية. والحين بعد بنات أصلا في نظارات مسوينها حق النوم، إن تساعدك تنامين، تلبسينها مثلا وانت قاعد تقرين أو ماسكة التليفون شيء، فتساعدك إنك تنامين. هذه النظارة بمحل بلندن، فقاعد أفكر يعني أشوف، لأن عجبتني الفكرة بس شوي ما شدتني لأن الإطارات شكلها مو وايد حلو يعني، فما تحمست وايد حق هذا، بس الفكرة وايد حلوة. انزين الحين بلاشر ابي اجرب هذا، احط الكونتور اول احسن صح؟ اوكي الحين بس بحط، خل احط كونتور سريع شويه هني عشان شنو ندخل على البلاشر. اوكي بجرب هذه مالت رفاي. بنات واي في وايد كانوا كاتبين لي كومنتات ان جربي البرودكت مالت رفاي، اتوقع هم متابعين جدد فمو شايفين الفيديوهات مالتي اللي قديمه. اوريدي مجربه، جربت وايد اشياء من رفاي. اكثر شيء عجبني في كل البراند اللي هي بس مسكرة الحواجب هذه، اللبلاينرز اللي هبوا فيهم شنو مو حلوين،
مو حلوين كلون امتان يعني. ما ادري انا وين حاطتهم، حتى شلتهم من هني يمي، لان العاده انا الاشياء اللي وايد استخدمها احطها هني يمي. انزين متين القلم يعني، شوفوا مثلا قلم التحديد يصير شيء صغير فتعرفين هذاك متين، والثاني اللي تلفينه بعدين وتحطينه يثبت تنعوي هذه الريشه، فمو شيء. الالوان زينه بس ما عجبني يعني، ما رد اشتري منهم، وما استخدمت اصلا حتى اللي عندي يعني. زين هذه اوكي. اللوس باودر مالهم مو حلو ما عجبني، فلو تشوفون الفيديوهات الملوتي اللي قبل مستخدمتهم فمجربتهم. اقلام الحواجب ما جربت، بس المسكرة حلوة. جربت مسكرتين اللي هي تصير هذه. لا كهو هذا قلم، شوفوا يعني هذا قلم تحديد، طاعوا الريشة شلون تنعوي هذه يعني خربوطة هذا، وطاعوا حتى البرودكت شلون تشم يبس ما ادري شلون. هذا قلم التحديد، فيعني لازم تودين ايدك وايد قدام تسوين كذي، فهني ثقيل يعني عرفتوا الطريقة مالته يعني متينة ما حبيت. الإضاءة اللي هذه اللي وايد قالوا عليها حلوة، حلوة بس إذا أنتي ما تحطين شيء تحتها، لأن أنا أخذت من الفاونديشن وكذي وشوي طبعت مع ما أدري، بس حبيتها حق بول كذي تيتان وبتطلعين وما تبين تحطين مكياج تطقطقين فيها هني كذي أوكي عرفتوا. هذا زين اللي هو مال الشفايف يعني، بس يعني انه عادي بس زين. وين الثانية؟ هذه اللي صايرة كذي دائرة. ما ادري ما استخدمتها وايد، ما ادري ليش يعني ما حبيتها وايد. هذه اللي وايد حلوة، هذه اتوقع راح تخلص وارد اشتري منها. المهم الحين حطينا الكونتور، يلا هذا اللي انا متحمسة عليه. اوكي هذا اللي هو وان سايز اللي يصير كذي هذولا، فبستخدم اول واحد الكريمي، احطه شوي شوي عشان لا يصير كذي وايد. انا احب هذا الوردي اللي وي، بس اذا حطيت هذا ما راح اقدر اجرب هذا مال ديور. يلا مو مشكله بعدين. أقول لكم أحب هذا الوردي اللي يصير على زراق. زين واحدة بالأسئلة كاتبت، مو سؤال كومنت، كاتبت لي سمر البودرة مالت هدى بيوتي الشفافة نزلت بالأبليكيشن، أي هي؟ ترى أنا دشيت ما عرفت أي يعني أي بودرة شفافة، ما لقيت شيء. إذا عندك صورة أو شيء دزي لي إياها بالإنستغرام عشان اطلبها اسوي لكم عليها ريفيو. طاو يمن اوكي الحين. اوه انا مطلعه هذا عشان اجربه نسيت، خلينا نجرب شويه بس لان ابي اجرب هذا الغامج. انا شنو حطيت فيه توه؟ اي هذه شوفوا، هو لازم احط شيء يعني وايد، بس انا اخاف فاحط خفيف خفيف شوي شيء يعني فوق بعض، ولا انه اطق طقه شيء قويه. حلو لونه ترى، ما ادري انتو قاعد تشوفون. ان شاء الله ان شاء الله دار مال الميك اب الجديده راح تكون الاضاءه وايد احسن من كذي، لان ما راح احط كذي، راح اخلي التسريحه على الجامه اللي تكون من برا احسن. اوكي احس هذا راح لما اصير شوي تان اكثر من كذي راح احطه هو بيس، ما راح احطه كونتور، احطه على كل وجهي.
زين الحين انتبت راح استخدم اوبال. انا اوبال استخدمها وايد من زمان كذا مره، بس ابي احط له يعني اعطيكم شيء جديد، عرفتوا يعني مو كل مره هدى بيوتي. اثنينهم حلوين. اوكي هذه موجوده بهوم اوف بيوتي. حلو شنو الموقع مال هوم اوف بيوتي يسوون مرات عليها عرض انه مثلا ثنتين بسعر واحده، فحلو حقك مثلا انت واختك شيء كذي تبين تحبين تخزنينهم عندك، تخلين عندك باك اب، تخلين واحده على التسريحه وتسوين لك مثلا جنطه حق ميك اب السفر تخلينها دائما فيه. وترى هذه عادي تقعد يعني يمكن ما ادري يمكن تقعد سنه عندك عادي لانه وايد الكميه اللي فيها، فتاخذينها بعرض ويصير هم من كود خصم فزين. انا اثبت الخطين هني بلوس باودر و تحت عيني لونها وايد حلو. اوكي جوتشي رقم 7 بس شي طقة خفيفة على كل الوجه. الحين بجرب اللي هو هذا مال كاجا، بس نطرو خلي ارد على زيونه. اوكي هذا اللي يجي كذي في 3 درجات. اول شيء راح ناخذ هذه جلتر، في هذه وفي هذه الغامجه. باخذ هذه اول شيء عشان بس كذي نكنتر العين ما تصير شي فاضية ماكو شي. اوكي الحين نفس اللون بحطه تحت، بس خل ادور سؤال عشان ارد عليكم. اوكي الحين بحط تحت عيني. واحدة سائلة شنو صبغة شعرك واي صالون؟ صالون كحلة وديرم هويدة تصبغ لي شعري من تقريبا 5 سنين. انتي بس قولي لها بنفس سمر هي راح تعرف، لانه هو ترى ماكو لون معين يعني ما اقدر اعطيك درجة او لون، وبعدين احنا يعني صبغة فوق صبغة فوق صبغة. بس التبليشة يعني اللي هي قبل 5 سنين لما رحت لها قلت لها ابي اشقر بيج لؤلؤي، هذه كانت البداية. بس بعدين اسوي مثلا عليها رنز اللي على رمادي، رنز على زيتي كذي اشياء. بس بعدين يعني هي إيه تعرف اسم الصالون كحلة وديرم بالسالمية. الحين باخذ الغامج بس شوية هني. وهني شوية بعد. ترى هذا وايد حلو يعني حجمه عجيب حق سفر اذا ما تحبين يكون، لان البلتات تصير وايد كبيرة صراحة. انا ما ادري ليش يعني ما يشوفون لهم شيء ثاني يعني. يعني انا افضل دايما الاشياء شي اللي تصير الحجم الصغير، لان احنا نبي نجرب كل شيء فما له داعي يكون كذي حجم كبير. يعني مو كلنا عندنا صالونات ونمكج زباين، احسهم يسوون البلد حق ميك اب ارتست، والله ما يسوونه حق ناس طبيعيين. وايد يصير البلد كبير، او اذا يبون يسوونه كبير خي يسوونه كبير ويسوون لنا شي صغار بعد انه يعني نقدر نشتريهم. الحين نحط اللي هو هذا. هذا انا ترى من شريته ما وقفت استخدامه صراحة، وايد وايد حلو وايد حلو يعني. هذا يعطي شوفوا شي اللون الاورنج الحلو، درجته ميديوم دارك
الحين ناخذ اللي هو الباودر. ما هذا؟ وايد حلو ترى، شوفه خفيف كذي. يشوق يشوق حيل. باخذ مالت شارلت رقم 2. شوف تخلص كلش. بستخدم هذه الجديدة مالت شانيل اللي شي صايرة 107. اوكي زين. في وايد بنات دزوا لي اللي هو اسم الجوتي الاديداس، تذكرون لما قلت لكم ما شلون ينطق؟ انا هذا اكثر شيء احبه ان البنات يدزون لي يعني. واكثر البنات اللي دزوا لي كانوا مغربيات فيتحجون فرنسي، فقالوا لي الجوتي اسمه غزالي، يعني الغزاله بالفرنسي، عرفتوا؟ المهم حصلت السامبا طلبته بس للحين هم ما وصل. وفي وحده بعد كاتبت لي سمر لما تين تسوين الغرفه مالت الميك اب صورين لنا خطوه بخطوه، فان شاء الله راح اصور يعني. لا ابي اجرب الجديد هذا مال ان واي اكس. قلنا هذا درجته اش براون. حلو انه دقيق، عرفتوا يعني. انا احب اللي ومو اللي يكون ثقيل، يعني لما تحطين مثلا وايدك كانت شوي ثقيله وخربطتي ما يطلع وايد برودكت، فاحب الاقلام اللي كذي. وسعره وايد زين بعد يعني مو غالي. هذا ان واي اكس، اخاف اكون ما قلت. اوكي الحين، اوكي الحين بحط هذه انزين. الحين شنو؟ خل احط بس قلم بيج على الطرف. هذا مال سيفورا، توني بعد شريته مو من زمان. وهذا مال سيفورا بعد جديد، هذا اللي هو 12 ساعة شو يسمونه، يقعد 12 ساعة يعني ما يسيح كذي صاير. اوكي حلو دقيق، بس ما ادري عاد يسيح ولا ما يسيح، خلنا ننطر عليه. انزين الحين نبي نجرب الإضاءة اللي هني ونجرب الفرشة الجديدة هذه مالت أرماز. أنا كان المفروض أحط ليكويد أول شيء بس ما نطره. خلينا نحط هذا اللي هو الليب اويل مال رير بيوتي، هذا اللي هو الدرجة اسمها هوب، عشان هذا لازم ينشف شوي. الريفيوز اللي سمعتهم عن هذا انه لما تخلينه ينشف يصير غامج، صراحة هذا ما غمج يعني، بس بخليه شوي كذي بعدين بمش اطبطب عليه عشان نحط ال وايد في حمر، ما ادري راح اجرب شنو ولا شنو. المهم خلينا نحط الاضاءة اللي هني. ها من وين جت هذا؟ من المنظرة. انا
انا وايد احب اضاءه ورديه وايد. شوفوا ايش حالتها، يعني انا لا حطيت ليكويد تحت لا شيء، وقاعد اخذ يعني خفيف ترى، ما قاعد اخذ وايد. اي ونس هذا وايد حلو. انزين خلي احط الرموش وارد لكم عشان نلعب بالحمر. اوكي الحين برش هذا اللي هو مال ايربن ديكي. هذا المفروض انه يعني سيتنج سبراي ويخلي الميك اب يعني يطول نفس مثبت، بس هذا يفرق عن الباجي ان هذا فيه فيتامين سي، فيعني ولونه شيء اصفر مع بنفسجي. المهم في كومنتات بنات صج انا ما كنت منتبهه، كاتبين لي ان الفيديو مال الكروز انا حاطه اللينك غلط مال الكروز، فالبنات اللي كانوا كاتبين لي دزيت لهم اللينك ويت عدله بالفيديو، صار ما انه ما يصير اسوي ادت واعدله، فراح احطه بالفيديو هذا هم، راح احط لينك الكروز تحت عشان الناس اللي تبي. شو هم بس طب كذي نخلي كذي. وترى هذا بنات وايد حلو وايد يطول، عادي يقعد ترى يومين ما يروح والله العظيم. حطيت انا شويه تم يعني كنت حاطه مجربته على ايدي تم، يعني ليه اليوم اللي وراه تسبحت وكذي يلا راح عرفته. فترى وايد ثابت هذا وسعره وايد رخيص ترى يمكن 3 دنانير، موجود بهوم اوف بيوتي راح احط لكم اللينك بعد ان شاء الله احط اللينك صح. بس عادي يعني انا احس اني صرت امون عليكم يعني عرفته. اول يعني كنت وايد استحي اذا سويت شيء غلط او هذا، الحين احس انه يعني صرنا فاهمين بعض يعني عادي عرفت، يعني رفيجاتي ترى. شوفوا بقول لكم شيء بس لا تضحكون، خلاص اقول لكم بعدين حمل بيتكم. انزين فراح احط هذا اللي هو ميوتد موف مال انستازيا. ديب توب ضايع ما ادري وينه، محتره لان احبه، وحمره ريان الحمراء ضايعه بعد. ايه في شيء كنت بقول لكم اياه، الحين حمد لما احط لهم اللينك مال ترى صدق حاطته غلط، انا حاطت لهم صنفره اللينك مال الرايل كاريبيان والله العظيم بالغلط لا طالعني كذي. زين المهم حطيت الحين انا بحط بهالفيديو راح احط اللينك، هم راح يدخلهم على الامارات. ايوه حولهم اوكي، بس الحجوزات وكل شيء تكون يعني من خلال الموقع هذا اماراتي. ايوه صح نفس الشيء يعني هم لما يجيكون على امريكي راح يردون على الامارات. لان الامارات هم راح يراسلون. اوكي يعني سايره الاماراتي هي اللينك بيننا وبين هذا، فهو الموقع يعني لا تخترعون لما تشوفون رويال كاريبيان دوت اي اي اللي هو الامارات عرفته؟ انا البيس مالهم الاوفيس هيد اوفيس مالهم بالميدل ايست بالامارات. سمعتوا؟ لان البيس مالهم بالامارات. بس يعني انتم راح تحجزون راح تروحون بامريكا ولا باوروبا لا تخافون يعني. فيها اي بس سفن صغيره. اوكي الحين شوفوا عندنا هذول الخمسه نبي نجربهم، فراح اجرب شي واحد واحد ونمسح. هذا اللي هو مال لابتون اللي هو قلت لكم 015 هذا مات. هذا لونه طبعا هو يعني مو وايد راكب مع الحين هذا الوردي، بس هو لونه وايد حلو. اوكي الحين نحط اللي هو ديور ادكت 480 418. هذا وايد حلو وايد، النود اللي فيه طقه موف عرفته، هذا يمشي على مكياجي هذا اكثر.
وساير شي في لمعة. الحين الثانية شوفوا هذه الليب اويل موجود، يعني اللون موجود. انا قاعد اخذ البواقي اللي على البودرة عشان بس اللون. الحين هذه 412 هذه مع مكياج جنة أحلى نود على وردي. وايد حلوين، وايد ناعمين. حبيت ترى هذه جنة فايرل بتيك توك، فإذا حصلتوها خذوها. أوكي هذه بحطها مع هالميك اب، بس الحين أبي أجرب هذولا. أوكي الحين الخضرة جي لونها أخضر. لما تبطلين لا تلفين حيل، لأن ترى هي تصير كأنها جلوس يطلع، فيطلع وايد. طريقتها نفس هذول ملات ميك اب باي ماريو. أتوقع الحين الهبة الجديدة كذي لأن أمس كايلي نزلت نفس هذولا، بس أم هذول حلوين لأن اللون يعني غريب، يعني أخضر بس يعطيك هذا النود اللي كذي. حلوين وايد وايد يونسون. الحين البرتقالية هم النود، بس فيها شيء تتش مشمشي خفيف. حلوين والله كلهم حلوين. ان شاء الله الزرقاء جايه بالطريق، اصور لكم اياها لما توصل. فيا في شيء بعد حطيت اي، بس هذا بقى ما صورته، اخاف اخرب الصراحه الحين المكياج، وانا اوريدي بروح اصور لكم فيديو ثاني. المهم هذا هو كان الفيديو حق اليوم، ان شاء الله تكونون حبيتوه. اذا حبيتوه عطوا ثمز اب، ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء اهم شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه وي شود بي فريندز. احبكم وايد، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي، ويلا باي.